يعني دائما فرح الشباب السوري بيتميز بالإبداع، بيتميز بالشغلات المميزة رغم كل الظروف المحيطة. في فقرتنا اليوم مع طاقات الشباب بمجال الابتكار والتصميم، رح نتعرف اليوم على إنجاز علمي أكيد مشرف من خلال تصميم آلة تفريز مبرمجة، طبعا بتقوم بأهم العمليات بين الفصل والحفر والتنظيف دائما، وفي الأشكال النافرة والسطوح البسيطة الثلاثية الأبعاد. لنتعرف على فكرة هذا التصميم أكثر، بصرنا نرحب اليوم بالأستاذ الدكتور عبد الوهاب وتار، أستاذ في مجال تصميم الآلات في قسم التصميم الميكانيكي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وأيضا بصرنا نرحب بعامر طبلية مشارك أيضا في تصميم الآلة. سعد صباحكم، صباح الخير دكتور. صباح الخير، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبدأ معك دكتور بالبداية ونحكي عن الآلة، آلة التفريز والبرمج. خلينا نحكي شوي عن آلية عملها، قديه استمريتوا لحتى تم إنجازها؟ الآلة عبارة عن عدة محاور تتحرك فيها الآلة، والمشغولة ثابتة مثبتة على القاعدة. القاعدة بتتحرك، والرأس الحامل لأداة القطع كمان بيتحركوا سوا وفق برنامج نحن عدناه حسب الشكل اللي بدنا نحصل عليه. فلما أنا بدي ساوي أي قطعة، أول عملية برسمها، لما برسمها بعطيها شكل ثلاثي الأبعاد، بعدين بشوفها بعينها إذا كانت فيها نقص، فيها تعديل، بيلزمها أي شيء. بعد منها بحولها على برنامج آخر بيعطيني إياها لغة اسمها لغة جي كود، بتحرك لي، بتعطي أوامر للمحركات الآلة. المحركات هدول عندنا محركين افقيين بيشتغلوا، محرك على عمودي عليه هون حتى يتشكل معي الشكل الثلاثي. فالآلة بتنبعث إلى أوامر بالتدريج وهي بتقوم بتنفيذها، كل ما نفذت سطر بتنتقل لسطر آخر حتى ينتهي البرنامج اللي عادناه ونحصل على الشكل المطلوب منه. نعم، يعني يمكن دائما اي شيء نحن عم نعمله بيكون هيك نفرح فيه انه نحن عاملينه، نحن مبتكرينه وعم يحقق انتاج. رح نحكي مع حضرتك عامر ونتعرف اكثر عن هذا التصميم، انت شاركت بصناعه هي الاله؟ طبعا انا ورفقاتي، طبعا هو مشروع التخرج تبعنا، هي اله تفريز مبرمجه ثلاثيه المحاور. عندي المحور اكس بمساحه قص 470 ملي، وعندي المحور واي هو المحور الطولي 370، وعندي المحور الراسي المحور زد. الاقصى مسافه بيقدر ينزل فيها هي عباره عن 30 ملي. هلا هي المجالات استخدامها بشكل عام الحفر على الخشب او القص او تنظيف او مساواه اشكال ثلاثيه الابعاد. هلا احنا عملنا لوجو الاخباريه، هذا هيك هديه لكم. عندنا خلينا شوي ناخذه، وعندكم هيك، وعندنا هيك كمان هذا الحفر على الخشب، وعندنا هيك اشكال ثلاثيه الابعاد. هي اللوجو الاخباريه، خلينا هيك مزبوط. مزبوط يمكن طبعا. في بالجهه الثانيه، لا هذا هو الجهه الصحيحه. هل هي ماده واحده الخشب؟ هي الخشب وبلاستيك، ممكن تطويرة تعمل الومنيوم، يعني احنا بنختار نوع الماده اللي ممكن. تماما، كل ماده لها شروط قطع خصوصي فيها، ولها سكينه تفريز خصوصي فيها، ولها رسمه وبرمجتها يعني على اللابتوب توصل فيها، لها طريقه طبعا. رسم خاصه فيها. هيك عندنا اشكال ثلاثيه ابعاد، يعني هذا مسنن، هذا حلو كمان. هي هيك حفر او هيك رسم، او يعني ثلاثيه الابعاد. فينا كمان نعمل اشكال لسه يعني مجسمات بسيطه، بس لانه هي نموذج تعليمي صناعي، بس بامكان تطويرها لتعمل اي نموذج ثاني. هون كنت بدي اسالك عامر، انه اليوم عم نحكي نحن عن اله يدويه الصنع، محليه الصنع، خلينا نقول، شو المساوئ وشو الحسنات اللي ممكن نلاقيها بهيك اله؟ هلا الحسنات اللي ممكن نلاقيها فيها انه نحن تخلصنا من العمل اليدوي، وإذا عنا يعني العمل اليدوي أكثر شيء بياخذ وقت، الوقت كله حقه مصاري هلا، فنحن بالعمل هذا عنا إنتاجية كبيرة ودقة، يعني الدقة اللي بحصل عليها من خلال هي الآلة السي إن سي ما ممكن حدا يجيبها بالعمل اليدوي، من خلال الرسم على الكمبيوتر، يعني برسم الشكل اللي بدي إياه وبقدر أحوله على الجي كود ونزله على الآلة وهي لحالها بتشتغل. قد ممكن ياخذ وقت مثلا لوجو الإخباري؟ قد ممكن هلا لوجو الإخباري أخذ تقريبا شي ساعة، لأنه نحن بنرسمه على القياس اللي بدنا إياه وبنجربه قبل ما نرسمه ونطبقه على الآلة، بنعمل له محاكاة
على اللابتوب، بنشوف اذا في شيء اخطاء او في شيء مشاكل حتصير، بعدين بنبعته على القالب بيتم التنفيذ. حلو. كمان رح ننتقل لاهلك استاذ عبد الوهاب لنحكي، نحن هون عم نشوف شيء تعدى مرحله التصميم وصار حدث فارق بحدود التصميم، يعني مو بس فكره، هو تنفذت هيدي الفكره وهو اصبح فينا نقول نموذج تعليمي ممكن لكل يستفاد منه. خلينا نتحدث عن اهميه انه نحن صممنا هي الآلة، عن أهمية أنه تكون هي فكرة أو شيء تعليمي للغير يعني. طبعاً نحن لما صممنا الآلة عبارة عن ورقيات قمنا فيها، قوانين ومعادلات وهذا، فاستطعنا حصول على معلومات كافية لأنه ننجز الآلة، بس هذا بتم عملي نظري. بهمنا نحن الطالب لما بده يشتغل بالحياة العملية بده يشتغل عملي، ما كلها أوراق، خاصة الناحية الميكانيكية. فلما أنزلنا فكرة أنه نصنعها لحتى الطالب يصير عنده ثقة بنفسه أنه أنا صممت وفيني نفذ ما صممته، وهل التصميم حيتحقق مثل ما أنا صممت ولا ممكن ما يتحقق. تمام. فكل هالأمور هدول نحن لندفع الطلاب لأنه ياخذوا ثقة بنفسهم أنه نحن قادرين أنه نصمم أي آلة معي وأي خط إنتاج ممكن تقولي ونفذه، مو بس نصمم. نحن بنعطيهم بالدراسة بنعطيهم هيك مادة كيف تصممها وتصمم الآلات بشكل عام وخطوط الإنتاج، وبنعطيهم بالإضافة كيف أنت ممكن تنفذ هذا التصميم، فبيتعلموا اثنين. فهلا نحن خطينا مرحلة التعليم وصرنا عم ننجز، فهذه الآلة اللي سويناها حتكون منصة تجارب لطلاب جايين بعد منهم لحتى يشوفوا إنجازاتهم شو بيمكن هن يطوروا على هالآلة، يحسنوها، يفهموا خفاياها وينطلقوا إلى ما أجد منها. حلو. هون كنت اسال عامر، عامر طبعا انت تكرمت حضرتك طبعا على هذا الانشاد. خلينا نحكي اليوم قد ايه مهم اليوم تكون في آلة محلية الصنع مثل ما قال الدكتور قادر انه حتى تطورها لحتى يمكن تنجز بشكل اكبر بطريقه احسن حسب نظرتكم انتم للآلة وللاستخدامات بالحياة العملية. شو الفارق اللي احدثتوا بهي الآلة وليش استحقت فعلا انت التكريم؟ هلا نحن كونه هي الآلة اللي احنا كلياتنا تصنيع، نحن كطلاب نحن صممناها مثل ما حكى الدكتورنا، صممناها على الورقيات وحسابات، اخذت وقت شيء 8 اشهر من اول فصل الدراسه حتى من قبل يعني من اخر السنه الرابعه ونحن عم نفكر فيها ونرسمها ودراسات وحسابات، بعدين انتقلنا لمرحله التنفيذ. هلا الشيء اللي عملناه نحن فيها شيء جديد، هي اول شغله مهمه انه فيها دارات عن طريق الاردوينو تبرمجت، مو عن طريق بي ال سي او ماكس 3، يعني الاردوينو ارخص تكلفه ونفس النتيجه تمام، وامكانيه انه نراقب العمل ونشغله عن طريق الموبايل الواي فاي حتى نقدر نحرك المكنه ونراقبها حتى بدون ما تكون متصله بشيء، يعني انا بوصل عليها اللابتوب وفيني من مكان ثاني راقب العمل كله وتحكم فيها عن طريق الوايرلس. وشغله ثانيه طريقه ضبط صفر الاله، عندنا 3 طرق لضبط صفر الاله، طريقه يدويه ميكانيكيه عن طريق داره مغلقه او عن طريق اللابتوب وعن طريق الحساسات موجوده عليها، حساس الالتراسونيك بيعطيني المسافه. فيعني كانت خطوه احنا حتى نحس حالنا انه عملنا شيء كثير مهم. نعم، يمكن هي احدثت فارق وخاصه بالخشب، ومثل ما بنعرف استاذ عبد الوهاب يمكن وعمر انه هي صناعه محليه. تمام 100%. تمام. واكيد هي احتاجت عقل وجهد. وكيف كانت التكلفه؟ هل كلفتكم كثير؟ نعرف بصراحه يعني لما نحن صممنا على ورق طلع معنا شو لازمنا قطع، فنزلنا على السوق دورنا على القطع بتناسب تصميمنا وتكون سعرها معقول، يعني قادر انه جامعه ما مونت اي شيء، الطلاب قاموا بتموين، فعبء كبير على الطالب حيكون اذا كنا اخذنا اغلى الثمن. طبعا احنا حافظنا على جودة القطع اللي بنشتريها بس تكون اقل ما يمكن منها. فهي اي ناحية انه قدروا الطلاب يتجاوزوها والحمد لله وقدروا ينفذوها، ولا كانوا يعني في مرحلة من مراحل حيوقفوا ما حد يقدروا
لو كان في دعم من الجامعة لهيك مشاريع كان بيطلع بتصور. ما كان في دعم؟ ما في دعم نهائي. ما كان في دعم من الجامعة. نحن إذا ممكن بيقولوا لك بعطيك 50,000 و50,000 بهالظروف ما بتساوي شيء. شو ممكن يكون تكلفته؟ يعني بتصور حدود المليونين ونص تقريبا. طيب مين غطى التكلفة؟ مين غطى؟ نحن أربع طلاب بين بعض يعني تقاسمناها واشتغلناها. يعني من هون صالي نحن بنقول دائما نحن المفروض هو عبء يمكن وواجب على يمكن جميع الجهات انه نحن عندنا عقول سوريه فعلا كثير مميزه وابتكارات ممكن تكبر وتصير مشاريع كبيره. اذا بدنا نخصص عن الطابعه الثلاثيه الابعاد عامر، اليوم تطورت بشكل كثير كبير بالدول وصارت يمكن سبقونا بمراحل وصاروا يعملوا مجسمات ضخمه. يعني نحن بلشنا بشيء صغير اذا ما دعمنا واهتمينا فيه، فمن هذا المنبر منبر الاخباريه السوري بنتمنى دائما يكون في دعم حقيقي لكل هذه العقول والابتكارات. دائما بنقول كل شيء صغير ممكن يكبر مع الاهتمام والدعم. فعامر يعني مثل ما عم قلك انا انه في امل ان احنا نطور وندعم هذا المشروع اللي بلش صغير واكيد حيكبر. تمام ان شاء الله. احنا دائما بنفكر نحسن، يعني احنا صح تخرجنا وخلصنا المشروع وخلص، بس دائما لسه في افكار. يعني هلا ممكن احنا نضيف له محور رابع، فينا ممكن نضيف ليزر، فينا نحط له بلوتر رسام، فينا كثير نعمل له شغلات اضافيه، بس هذا كله بده جهد وبده تكلفه. بس يعني نحن دائما عم نشتغل عم نفكر نطور، يعني ما نوقف بارضنا اكيد. ودائما التطوير مثل ما قال الاستاذ بده دعم. هلا هن بس شافوا الفكره شافوها الاداره طبعا. المفروض هن لحالهم هلا هن لحالهم يكونوا متعاونين معكم. يعني بالنهايه انتم طلاب مهين، فالطلاب هي مصروفه من الاف. الواحد يعني دائما اللي عم يحط مصاري لشيء انجاز دائما. نحن هلا من خلال يمكن شاشه الاخباريه فرح، ومثل ما ذكرتي هلا من شوي انه نحن بنوجه هي الرساله ايضا لكل يعني المعنيين بكليه الهندسه وباقي الكليات لدعم هيك مشاريع يلي نحن نعول عليها بالفتره القادمه، اللي هي مشاريع طبعا بجهد وبعقل تاخذ اصلا القيمه الماديه هي ولا شيء قدام الجهد المبذول. يمكن استاذ عبد الوهاب اكيد دائما الجهد والتعب لا يقدر بثمن، ولكن مطلوب الدعم المادي. هي نكرر نعيد انه ان شاء الله يا رب يكون في استجابه لهذا الموضوع. احكي لنا كيف هيك بعد ما سويتوا هالانجاز كيف كان شعوركم؟ قد ايه حلو انه نطلع بنتيجه. طبعا نتيجة حلوة تكون. أنا بس حضيف شوي بعدين بنتقل لسؤالك، إنه بجامعات العالم أغلب المشاريع الصناعية بتنطلق من الجامعة، يعني طلاب بيقوموا بتنفيذ قطعة معينة، آلة معينة، وبعدين تستثمرها شركات صناعية. فالجامعة هي الأساس، هي اللي عم تبتكر كل شيء. فلما بيكون في دعم للطلاب وللأساتذة إنه قوموا بهالاعمال دون هالروتين الكثير اللي يعني اذا بدك تصرف في اي مبلغ حيكون كثير صعب بين محاسب ولجنه شراء وهذا طبعا. فهذا الروتين اذا بنكسر حاجزه بصير ممكن الواحد يفكر وينتقل. هلا بعد ما طبعا نجحت هالاله ولقيت صدى كبير بالقسم نعم. عنا والطلاب اجاني طلاب ماجستير بدهم يعني شيء من بهالمجال، فاقترحت اقتراح جديد انه انا اساوي اله من التين يعني ادمج التين ببعضهم واحصر على اله واحده. شو رح استفيد من هالعاحيه؟ انا لما عم صنع القطعه بثبتها، وبالتالي انا اخذت لها مكان ثابت، وبناء على هالمكان الثابت انا حاخذ كل ابعاد التشغيل والرسومات اللي انا رسمتها بالنهايه. اذا فكيت هالقطعه صعب كثير رجعها، حتاخذ مني وقت وما حترجع 100%. بجوز انا عم فكها بدي ركبها على اله ثانيه، فلما انا بستخدم اله ثانيه موجوده فيها فانا ما عاد اضطر لانه فكها كاله، حاضطر نفس الاله بما ان انا استخدمت محاورها وركبتهم وهالمحركات كلها وهالدارات الكهربائية اللازمة موجودة، فأنا حأستفيد منها بأنه شغل آلة تانية بنفس المكنة. فبالتالي أنا بعض الإضافات حنضيفها على هالآلة نعم. حأحصل على آلة جديدة مكونة من آلتين
بآلة واحدة. وهلا احنا ان شاء الله السنة بيطلع لنا نتائج بهيك مجال. نعم ان شاء الله يا رب. عامر شو بتحب هيك تقول لكل حدا ساهم بتصميم هيدي الآلة؟ لكل اكيد شكر كبير للاستاذ عابد الوهاب. نحن بدورنا هون عبر المنبر الاخبارية وانت اليوم ضيفنا، نحن بنشكرك اكيد لمساعدتك لهدول الطلاب اللي يمكن بجهدهم وبمصروفهم سووا هيدي الآلة. لمين بدك توجه الشكر؟ اول شيء بوجه الشكر لوالدتي طبعا، تحملتنا وسخنا البيت كله ونحن عم نشتغل فيها، وطبعا للدكتور عبد الوهاب وتار والوالدي وعميد الكليه الدكتور مصطفى موالدي. يعني معرض المشاريع صار معرض ضخم، هو كان فرصه لنا انه يتعرفوا علينا الشركات ويتواصلوا معنا انه مشان يشوفوا تصاميمنا. فهي بنشكر يعني بنشكر الحمد لله يعني وصلنا لهون طبعا. نعم اكيد. كمان دكتور عبد الوهاب اليوم من خلال يمكن قربك من الطلاب ومعرفتك لاوجاعهم، معرفتك لابداعهم، لنقاط القوه عندهم، فكيف شو بتحب توجه لهم كلمه لهدول الطلاب سواء الخريجين مثل عامر او يمكن الطلاب اللي هلا عندهم مشاريع تخرج وعم يشتغلوا عليها؟ طبعا انا بتوجه للطلاب هلا انه ما يترددوا باي فكره خطرت على بالهم حبوا يساووها يصمموها يخوضوا فيها، فما يترددوا، حيلاقوا يعني تجاوب من دكاترة القسم وحيلاقوا دعم وحتتنفذ بإذن الله هالأفكار اللي عندهم اياها. وعندنا أفكار يعني في منا إبداعية يعني غير موجودة لسه سابقا. نعم. بتلاقي عند الطلاب يعني ما بيخلق كل فصل من فصول وجود طلاب في عندهم إمكانيات، لازم نستثمرها نحن كمان. اكيد يعني سالي مثل ما بنشوف ومثل ما عم نسمع هذا الشيء ما نو جديد، دائما العقل السوري وين ما كان عم نشوفه هو عنوان التطور والابداع والابتكار. الشيء المؤسف انه يمكن ببلاد برا عم ياخذ كل الرعايه وكل الاهتمام. صحيح. ويكبر ويتطور طبعا. هذا الشيء فعامر اليوم بدنا نتمنى لك كل التوفيق وبدنا نشكرك كثير وعلى كل الجهد يلي قدمته، واكيد برعايه وباشراف كمان الدكتور عبد الوهاب. بنتمنى دائما يكون كل الطلاب على قدر يمكن رؤيتك وتطلعاتك. صح. دكتور شكرا لك. شكرا. صح دكتور، يمكن وانا بضيف على كلام فرح انه كمان اكيد الشكر موصول لكل حدا دعم، ولكن دائما مثل ما ذكرتي برا بتلاقي دعم اكثر ويمكن ما نون بعقول الشباب يلي عندنا. فرح ايضا انت هذا كان مشروع تخرجك؟ مشروع تخرجي انا وثلاثه رفقاتي عصام وسليمان وعامر. بدورنا من هون من منبر الاخباريه السورية بنوجه تحية لهم هن ايضا. طبعا. يمكن انت هلا اليوم عنهم كلهم بتنوب. أيوة. عنهم كلهم. يعني انت كعامر رضيان عن هيدا النتيجة ولا لله. كان ممكن تطلع احسن ولكن اذا يعني إذا الحمد لله رضيان، بس يعني لو كان في دعم اكثر كان ممكن يطلع نتيجة اكبر. مشكلتنا معناتها الدعم. تمام. شو حابب تقول لكل رفقاتك اللي هلا بدهم يتخرجوا؟ سلم على رفقاتي اللي بدهم يتخرجوا طبعاً. يعني هذا حافز انه يشتغلوا، يعني لا الواحد يعمل مشروع نظري، دائما يفكر بالشيء التنفيذي. الشيء التنفيذي هو اللي حيفوتوا على مجال السوق، حيفوتوا على مجال الشغل. يعني الورقي شيء والتنفيذي شيء. كيف يعني؟ يعني الورقي اللي احنا مالنا ندرسه بيطلع معنا مشاكل وعقبات، بس لما نجي ننفذ بيطلع معنا مشاكل ثانيه غير تماما. يعني فالواحد بيكسب خبره لما يشتغل بايده غير الورقي. يعني احنا ما نجي ننفذ بنطبق اللي على الورق بس بيطلع معنا مشاكل. القطع كلها لقيتوها بالسوق تقريبا؟ تقريبا كلها. كان في بدائل للقطع؟ في يعني ندبر حالنا ما لاقي. احكي لي بس هيك مبدئيا بس قبل ما نختم، يعني حابين نعرف. هلا نحن عندنا هون المحركات الاستبارات هدول تعذبنا شوي اللي جبناهم، لقينا القياس والاستطاعه اللي بدنا اياها القدره، وعندنا راس الحفار السبندل هذا ما كان موجود هون جبناه. هذا شو اسمه؟ هذا السبندل اللي بيدور بيحفر على الخشب. يمكن هذا الاساس؟ هو الاساس بتركب عليه سكينه التفريز وبيدور وهو بيحفر على الخشب. هذا ما كان يعني ما قدرنا نجيبه من هون، جبناه من برا. نعم. اكيد موفق عامر مره ثانيه. شكرا. شكرا لك دكتور عبد الوهاب. شكرا كثير لوجودكم معنا. موفقين بكل شيء بتعملوه وان شاء الله اليوم تكون وصلت الرساله اللي هي الدعم. هلا انتم كنتوا تجربه ولكن لباقي الطلاب اللي بدهم يقدموا شيء بالنهايه لوطنهم.